بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وأفضل حال. الحمد لله المعيد المبدي حمدا كثيرا، وهو أهل الحمد، ثم الصلاة أولا وآخرا على النبي باطنا وظاهرا، صلوا عليه، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله جماعة هي احتفالية، كارنفال، فيستيفال، هنكرم الأوائل اللي في المدارس أو الأوائل على المدارس من كورس الترم الاول. زي ما انتم عارفين او مش عارفين، هتعرفوا دلوقتي ان شاء الله، ان احنا شباب بفضل الله الترم الاول بعد ما عملنا فيه مجهود خرافي على مستوى الشرح والحل على المنصه، الام سي كيو والمقالي ومستويات التفكير العليا والمراجعات النهائيه والشوامل اللي حليناها والمتابعه العلميه والنفسيه والكويزات والشوامل وكل الكلام ده كله، بعد المجهود الجبار ده ربنا كرمنا بفضل الله شباب وطلع معانا اكتر من 100 طالب من طلابنا في الترم الاول من اوائل المدارس. والنهارده يعني هنحاول بس كده نكون جنبهم بشكل ما عشان يفرحوا ويتبسطوا، ويكون ده حافز ليهم عشان يكملوا ان شاء الله في الترم الثاني، سواء تانية ثانوي او اولى ثانوي، وكذلك في ثالثه ان شاء الله يكملوا بحافز قوي جدا جدا. ان انا هكلمهم ابارك لهم وبارك لاهلهم، ونحاول نقدم لهم ان شاء الله هدايا بسيطه زي مثلا شهاده تقدير ولوحه شرف للاوائل، وكمان ياخدوا كورس الترم الثاني فري على المنصه. فيلا بينا حلوين نبدا مع اوائل الترم الاول للصف الثاني الثانوي، ونشوف رد فعلهم ايه على المكالمه بتاعتنا. ده صلاح الأولى على مدرسة العزازي، العزازي الثانوية، ناقصة في الأحياء درجة. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام دكتور محمد. ازيك يا ندى؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ تمام والله الحمد لله. يعني من ألو بس عرفتي الصوت؟ أيوة طبعا. ازيك يا ندى، عاملة ايه؟ مش عارف حضرتك. ربنا يبارك فيك. انت رفعتي راسنا يا ندى في الترم الاول بجد. ربنا يخليك والله يا دكتور. مبروك مبروك، مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك والله. احساسك ايه كده وانت الاولى على المدرسه؟ اتغريتي ولا لسه؟ لا والله يعني طبعا مبسوطه واكيد خايفه. خايفه؟ انا عارف انك خايفه عشان الترم الثاني ممكن ما تطلعيش الاولى، ولكن ده خليه حافز بالنسبه لك، يعني خلي ده يحركك لقدام مش لورا، فاهماني؟ هو اكيد حافز، بس الفكره بقى ان ايه، عايزه بقى احافظ على المستوى في الفكره. انا هقول لك على حاجه تطمنك شويه. كان معانا بنت وانا في الاعدادي والثانوي كانت بتطلع الاولى على طول، يعني طلعت الاولى في اولى اعدادي وثانيه اعدادي وثالثه اعدادي عادي، فاهماني؟ فانا عايزك تكملي كده ان شاء الله، وباذن الله في ثالثه الاولى على الجمهوريه باذن الله، من اول الجمهوريه ان شاء الله. باذن الله. انا عايز اعرف سؤال، هو العزازي دي فين؟ محافظه ايه ولا مركز ايه ولا ايه القصص دي؟ ايه؟ الشرقيه. الشرقيه، اه اوكي. الزقازيق وكده ولا ايه؟ ممتازة ممتازة، ما شاء الله يا ندى، ما شاء الله. طيب بما انك يا ستي ناقصة في الأحياء درجة واحدة بس، قد تكون أعمال سنة، يعني احكي لنا عن تجربتك مع الترم الأول، يعني كان إيه التجربة مع الكورس كده، والأونلاين كان حلو ولا لأ، والقصص دي؟ حرفيا يعني أنا بالنسبة لي حضرتك حاجة كبيرة قوي. أنا يعني صراحة حضرتك ده حاجة تانية خالص بجد والله العظيم. أنا أصلا مبسوطة قوي قوي إن أنا كلمت حضرتك بجد. أنا كمان بجد، أنا كمان. ربنا يخليكي يا ندى. طبعا يعني والله انا مهما اشكر في حضرتك مش هوفي حقك يعني. تسلمي يا ندى، تسلمي، ربنا يبارك فيك، شكرا ليك. يعني ايش انا بس بسال على ايه، احنا عاملين ننزل فيديوهات كتير خالص كل اسبوع، شرح حل امتحان واجب ومتابعه علميه ونفسيه، والكول سنتر عمال يكلمك ومش عارف ايه. التجربه دي كانت زنقاكي ولا انت كنت بيس بقى مستمتعه بالاجواء والكلام ده؟ جدا يعني. ايه؟ مستمتعة جدا طبعا. طيب هخليهم يقرفوك الترم التاني كمان. والله يعني لو من النوع ده فتمام يعني. انا حبيت الاحياء بسبب حضرتك يعني. تسلمي يا ندى، ربنا يبارك فيك، يعني مبروك. وانا برضو عايز اقدم لك كده هدية بسيطة ان شاء الله الترم التاني. انت اشتركتي ولا لسه الترم التاني؟ لا لسه. ممتاز، حلو خالص، الاول لسه كلهم ما اشتركوش. طيب الترم التاني ان شاء الله يا ندى هيكون فري بالنسبة لك على المنصة، ما تدفعيش اي حاجة، ماشي؟ الله يخليك يا دكتور والله. ودي حاجه بسيطه يعني، والحاجه بقى اللي هي اصلا بالنسبه لي فاليبل اكتر او ذو قيمه اكتر، يعني ان شاء الله هينزل على السوشيال ميديا عندنا روحة شرف كده باسم الاوائل اللي كانوا معانا كلهم، وباذن الله ندى اسمك ينور فيها. ربنا يخليك يا دكتور. موفقه ان شاء الله. ده ممكن نكلم بابا نبارك له او ماما او كده ولا مش موجودين؟ للاسف مش موجودين دلوقتي والله. طيب خلاص، سلمي بقى ليهم ان شاء الله يوصل يعني. ماشي، الله يسلم حضرتك. سلمي عليهم كتير. الله يسلم حضرتك يا دكتور، ميرسي على المكالمة الجميلة والجفت والله. تسلمي، ربنا يبارك فيك. يلا، محتاجة حاجة؟ لا شكرا. نبدأ إن شاء الله الترم الثاني يوم الاثنين 12/2، يوم صح كده الاثنين بإذن الله. الله. ما تنسيش، ماشي؟ يلا، موفقة إن شاء الله يا ندى. عاوزة حاجة؟
لا شكرا. يلا مع السلامة. باي باي. بسمة محمود عبد العظيم، الأولى على مدرسة اليرموك الثانوية، صح كده؟ 29 أحياء. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا بسمة؟ الله يسلمك. عاملة ايه؟ معاك أنت قايمة من النوم ولا ايه؟ ولا بتنامي لسه ولا ايه؟ أصل الأوائل بيناموا بدري، أنا عارف. لا لسه صاحية من النوم. صاحي من النوم، حاسس برضه إن في حاجة، يا إما قايمة يا إما هتنامي، يعني حاجة من الاتنين. طيب، ازيك يا بسمة؟ عاملة ايه؟ كويسة الحمد لله. إحساسك وأنت صاحي من النوم كده وأنت الأولى على مدرسة اليرموك الثانوية كده؟ زي الفل. أكيد أكيد زي الفل. أهم حاجة الترم التاني يكون برضه الأولى، ها؟ وتالتة ثانوي إن بإذن شاء الله. الله. طب أنت عارفة مين بيكلمك أصلا ولا مش عارفة؟ ولا أنت بتردي وخلاص ولا اه مين؟ دكتور محمد أيمن. طب ده أنت شاطرة أهو، شاطرين في كل حاجة العيال دي. إزيك يا بسمة؟ إيه الأخبار؟ كويس الحمد لله. مليون مبروك، مليون مبروك، عشان أنت شاطرة ممتازة، وإن شاء الله ربنا تكملي يكرم على هذه حضرتك. الشطارة، وتبقي إن شاء الله إن شاء الله أحلى دكتورة يعني. الله يبارك في حضرتك إن شاء الله. تسلمي يا بسمة. إحساسك كده وأنت الأولى على المدرسة كده، واتغريتي ولا لسه؟ يعني في غرور كده حصل ولا لسه؟ فخر فخر. فخر. ماشي يا بسمة، ماشي. يعني أنت محافظة دي أصلا؟ محافظة بني سويف. بني سويف. اه اه ماشي، اصل حد كده قال لي ان اليرموك دي دمياط يعني، فانا قلت اما اسالك يعني. لا بني سويف. ممتازه يا بسمه، ربنا يبارك فيك ان شاء الله، وتبقي دكتوره شاطره باذن الله في المستقبل كده، وان شاء يا الله لما رب نيجي بني سويف في ثالثه ثانوي نشوفك يعني. يا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. عايز اسالك برضه عشان كده نقدم لك هديه بسيطه، انت اشتركت الترم الثاني معانا ولا لسه؟ لسه هشترك ان شاء الله. جميل، خلاص يبقى انت كده ان شاء الله يا بسمه الترم الثاني معانا هتاخديه فري على المنصه علشان انت من الاوائل. تمام ماشي شكرا ماشي، جدا. ودي حاجه بسيطه خالص عشانك، وبرضه ان شاء الله لوحه الشرف هتنزل على الفيسبوك عندنا وعلى اليوتيوب، واسمك ان شاء الله ان شاء الله هينور فيها في لوحه الشرف بتاع الاوائل. تمام ماشي شكرا. بالتوفيق ان شاء الله يا بسمه. ممكن نبارك لبابا او ماما ولا مش موجودين؟ ممكن عادي. ماشي، يلا اديني حد ابارك له. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ محمود، اخبار حضرتك ايه؟ الله يبارك فيك يا دكتور، عامل ايه؟ كله تمام؟ تمام والله. الله يبارك فيك يا دكتور، عامل ايه؟ مبروك 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 لبسمه، وان شاء الله ان شاء الله تشوفها زي ما تحب كده واحسن ان شاء الله. الله يبارك فيك يا دكتور، ربنا يبارك فيك يا ربنا رب، ربنا يخليك. يجازيك خيرا على اللي بتعمله يعني. تسلم تسلم، ربنا على يبارك في عمرك يا الله رب. يخليك، وكله بفضل شرح حضراتكم يعني، وصراحه ربنا يعني بيشكر في المنصه مع حضرتك جدا يعني. تسلم تسلم، ربنا يحفظها يا رب، واكيد هي اللي شاطره يعني، هو كل من الناس لا بتشرح، ولكن هي وكله شطارتها برضو هي بتجتهد برضو وتوجهات اكيد. حضراتكم يعني، رب البركه فيكم يعني، ربنا ربنا يبارك يبارك فيك فيكم يا رب. حضرتك كده، ما خفتش انها تكون مثلا في الاونلاين هتلعب، مش هتشترك او هتشترك مثلا وما تسمعش، ما خفتش من الحاجات دي ولا انت كنت لا واثق لا فيها؟ هي بصراحه ريم مجتهده من صغرها يعني، وانا عارف ان هي بتدور على، سالت كتير كمان قبل ما تختار الدكاتره او المدرسين بتوعها يعني، ما شاء الله، تخش في منصه مع مين يعني. ممتاز فاحنا ممتاز مطمنين طبعا ان شاء الله باذن الله، مطمنين معاكم جدا يعني، ممتاز وربنا ممتاز. يجازيكم خير ان شاء الله. يعني والله انا بحب جدا ولي الامر اللي واثق في ابنه او بنته، دي حاجه مهمه جدا يعني، طالما البنت او الولد مجتهدين مهم خالص الثقه في الاولاد يعني، عشان بس ايه، يكونوا بيتحركوا بحريه اكتر ويكونوا بيذاكروا من غير ضغوطات يعني، فانا احييك على ثقتك فيها ان هي لما الله اختارت انت يبارك ما فيك. عطلتهاش وما وقفتش في طريقها في اي ماده يعني، الله يبارك فيك يا دكتور، فمبارك الله ليها، يبارك فيك. وتحياتي الله لحضرتك، يبارك. وان شاء الله ان شاء الله تشوفها زي ما تحب واحسن باذن الله، وباذن الله يا رب يا رب من اوائل الجمهوريه باذن الله. الله يبارك فيك يا دكتور، البركة في حضرتك يا دكتور، البركة تسلم، في، وانا وشكرا جدا على اهتمامك يا دكتور، ربنا شكرا. يبارك فيك، واحنا قدمنا لها هديه شكرا. بسيطه ان شاء الله الترم الثاني على المنصه هيكون مجانا، مش هتشترك فيه باي فلوس ان شاء الله الله. يبارك، الله يبارك فيك يا دكتور، شكرا يا مبارك دكتور، ليها، شكرا مبارك جزيلا. مبارك، شكرا ربنا لحضرتك، يبارك فيك، شكرا، شكرا، مع السلامة. مع مع السلامه. السلامة. ها، ملاحظه حاجه؟ ملاحظه حاجتين مشتركين ما بين الاول كلهم ماشي، اللي اول حاجه ان اولياء الامور واثقين في العيال، ايوه يعني لو حد بيسمع من اولياء الامور مهم جدا جدا، كلمنا مثلا لحد الان 10 اوائل، لما بنكلم ولي الامر بتاعه بيقول والله الولد او البنت بيختاروا وانا خلاص وثقت في الاختيار ده، فمهم خالص ان الاولاد ياخدوا الثقه، تدي له كده كريدت ان انا واثق فيك، فمحدش يجي جنبك يعني، اعمل اللي انت عايزه طبعا لو شاطر، تمام؟ فلو انت طالب خلي ولي امرك يثق فيك، ولو انت ولي امر بتسمعنا انت على راسنا اكيد، ولكن ثق في اولادك. ماشي، منا يوسف، 29 احياء، الاولى على مدرسه مش عارفين هي ايه بس هنعرف يعني. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، مين معاك؟ ازيك يا منى؟ ازي حضرتك، مين معايا؟ مبارك على درجة الأحياء وعلى إنك الأولى على المدرسة.
ازاي يا حضرتك؟ بجد ما قدرتش اعرف الصور. ازيك؟ عامله ايه؟ كويس الحمد لله. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله، كله كويس يا منة. مبروك 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 مبروك، مليون مبروك. الله يبارك فيك. والله ده شرف ان حضرتك تكلمني. يعني ربنا يخليك. بس انت مش كاتبه مدرستي يا منة. انت مصر الثانوية نسيت اكتبها، ما سألتنيش. مصر الثانوية هين في انهي حتة دي؟ فين الحتة دي؟ دمياط. دمياط، ما شاء الله ما شاء الله، احنا معانا اوائل من كل الحتت يعني، الحمد لله ما شاء الله. دمياط معرفين. ايه؟ دمياط معرفين. دمياط عارفين طبعا، شطار النضارة. اكيد. ما شاء الله ما شاء الله. هيطلع حد دمياط، اصل زوجتي برضه عماله تقول لي لازم حد دمياط لازم حد دمياط، فما شاء الله انت اول واحده من مفيش دمياط غيري النهارده ولا نكمل. من دمياط؟ ايه؟ مفيش غيري من كان في دمياط؟ حد من دمياط بس ما ردش علينا، مشغول تقريبا، بس انت ما شاء الله شاطره يا منة. واحنا يعني مبسوطين بيكي جدا جدا، بس عايز اعرف يعني احساس كده الاولى على المدرسه دي عامله ازاي، عشان ما جربتوش قبل كده صراحه. بتهزر؟ بقى كنت بطلع التاني. لا انا مبسوطه جدا صراحه، بس في نفس الوقت خايفه يعني، بحاول احافظ عليه الترم التاني بص بقى، خصوصا ان برضه كان الفرق بيننا حاجات بسيطه، فانا خايفه ان انا اخسره، فاهم؟ بصي، ده خلي ده حافز بالنسبه لك يعني، انت كده اقعدي عيشي كده الترم التاني ان شاء الله، محمد ايمن هيكلمني تاني وهطلع الاولى تاني، وفي ثالثه سنه ان شاء الله اطلع الاولى على الجمهوريه واتكرم من الوزير نفسه. ان شاء الله، بس دي احلام بعيد شويه. لا لا، مش بعيده مش انا بعيده عايزه مش اقعد بعيده. اتحفظ. لا لا حلو. لا 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 لا، بصي دايما احلامي يا منة باحلام اكبر من اللي في دماغك. طب الاول على الجمهوريه ده احسن منك الاجابه برضو؟ لا، فانت احلامي براحتك خالص، الاولى على الجمهوريه ان شاء الله ان شاء الله في ثالث سنه، وافتكر كلامي باذن الله. الله يخليك. موفقه يا منة، وفي هديه بسيطه مني كده ليكي، ان شاء الله الترم الثاني على المنصه بتاعنا هيكون فري بالنسبه لك، ما مش هتدفعي فلوس. انا للاسف دفعت اصلا، يعني انا حلو اشتركت في التاني. ممتاز، ابعتي للتيم هنرجع لك الاشتراك تاني ان شاء الله. ماشي، الف اوكي، شكر الف بالتوفيق شكر، ان شاء الله حقيقي يا سعيد منة. ان انا اتكلمت مع حضرتك. ربنا، انا اكتر والله، ربنا يبارك فيكي، واجتهدي عشان الترم التاني يكون باذن الله زي الاولاني واحسن، وكذلك ان شاء الله تالتة. ماشي، الله يخليك. قولي لي يا منة كده، تجربتك مع الترم الاولاني في الاونلاين يعني كان ايه الاحوال؟ شرح وحل وامتحانات وفيديوهات كتير وامتحانات كتير، ويعني ايه التجربه؟ والساعات كل الساعات بتاعت الكورس دي سمعتيها كلها والتزمت بيها، وتجربتك كانت عامله ازاي؟ انا صراحه كنت خايفه من حوار الاونلاين في الاول، لان دي كان من اول ما اخد اونلاين، وكنت خايفه اعتمد بشكل كامل، بس يعني توكلت على الله بقى. وكمان كنت بسمع فيديوهات قبل ما المنصه تنزل، كنت بسمع فيديوهات لحضرتك القديمه بتاعت السنين اللي ممتازة فاتت وكده، ممتازة، فكنت مبسوطه من الشرح وقررت اشترك يعني. يعني حتى والحقيقه قبل كانت الكورس كان بتسمع القديم، ممتاز. انا يعني بصي، انت كلامك ده يثبت لي ان اللي عايز يذاكر بيذاكر، واللي عايز يجتهد بيجتهد، واللي عايز يطلع الاول ان شاء الله يطلع الاول يعني، انا كنت بادئه من بدري اصلا يعني. انا كنت هقول لك ما شاء الله. في اولى ثانوي كنت طالعه الخمسه، دي كانت حاجه مضايقاني جدا يا سلام، طالعه الخمسه والله، ومتضايقه جدا. كنت متضايقه جدا بقى. لا ده كان في حوار، لان بجد في طفله كنت اجتهدت جامد، فالخمسه ده كانت مضايقاني قوي يعني. سلام، ف احلام البنات يا جماعه. اجازه بدات بدري قوي بقى، وقعدت اذاكر وبتاع واحضر، فاهم؟ يعني عشان انت اصلا اشتغلتي على انك تطلعي الاولى، ده من الاجازه اللي فاتت. ما انا شاء الله حاطه في ما دماغي شاء الله، هدف خلاص، ممتازه انا لازم ممتازه. اطلع الوقت. عايزك بقى الهدف الكبير كده بالنسبه لك ان شاء الله، الاولى على الجمهوريه ثالثه ثانوي باذن الله باذن الله، الله يخليك وكليه الله الطب يخليك ان شاء ان الله شاء يا الله. منة. وبجد المنصه كانت كويسه جدا، والامتحانات كانت كويسه، والغلطات يعني كنت براجع الغلطات، فكانت بتعرفني انا واقعه في ايه، ودي كانت تحفه حاجات كويسه جدا يعني. تحفه تحفه تحفه، موفقه ان شاء الله يا منة. ممكن نبارك للوالد او الوالده ولا مش موجودين؟ طب ثانيه كده واحده، ماشي. بتذاكر من الاجازه لحد دكتور الامتحانات. ايمن احيانا مؤسسه احياء، عايز يبارك لك بس على درجتي احياء. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ اهلا دكتور ايمن، اهلا 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 وسهلا، بحضرتك. لولا فضل حضرتك والله مع منا يعني، والمنصه يعني فرقت معايا كتير والله، ربنا ربنا يبارك يكرمك. فيك، مبارك ليها، وان شاء الله تشوفيها زي ما تحبي يا ماما، ويعني هي شاطره ومجتهده وما شاء الله بتعد انها تبقى الاولى، بقالها كتير، فحفزيها دايما وخليكي في ظهرها عشان تطلع ان شاء الله الاولى في الترم والله الثاني بحفزها وكذلك على ثالثه. طول، انا بحفزها والله على طول، ربنا يخليك يا اهم رب. حاجه، اهم حاجه لاي طالب الدعم النفسي، ان اهله يكونوا واقفين في ظهره وواثقين فيه. ايوه طبعا طبعا، انا فيعني دايما بشجعها والله، لانها من النوع اللي بيتوتر كمان ما يعني، هي عشان كده من بقول النوع. لحضرتك طمنيها دايما وخليكي في ظهرها، الله يخليك ان شاء الله والله موفقة ان إن شاء شاء الله، الله. وإحنا هنقدم لها هدية بسيطة كده عشان هي طالعة الأولى، ويعني إحنا مبسوطين جدا جدا بيها يعني، ربنا يا رب يحفظها ويبارك فيها وتشوفها زي ما تحب إن شاء الله. ربنا يخليك يا دكتور، ربنا تسلمي يخليك، يا ألف منى، ألف شكر يا دكتور أيمن، شكرا ربنا شكرا لك، يخليك، ربنا يبارك شكرا فيك، شكرا، مع ألف شكرا، مع سلامة. السلامة مع السلامة. يا الله، بتذاكر من الأجازة اللي قبل تانية ثانوي عشان تبقى الأولى.
ايه الدماغ دي؟ العيال دي بجد. انا اول مره في حياتي اشوف اوائل يستاهلوا يبقوا اوائل بجد. يعني لما تطلع الاولى على المدرسه كلها وتقول لي بتذاكر من الاجازه، حقها تطلع الاولى خلاص، ما فيش كلام. يعني هي خمسه كانت مضايقاها، يعني طلعت الخمسه في سنه اولى وكانت متضايقه، فخلصت خلصت اولى بدات تذاكر من الاجازه عشان تبقى الاولى في ثانيه سنه الترم الاول، وطلعت الاولى. فيش كده، عاش منا وتسلم دماغك. يلا بينا. احمد وائل محمد العربي رشاد، الثالث على مدرسة فيوتشر ليدر لانجوج. اسلوب مغلق او غير متاح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور؟ لا. ازي حضرتك يا دكتور؟ ازيك يا احمد، عامل ايه؟ كويس الحمد لله. اخبارك يا حبيبي، كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. مليون مبروك يا بطل. الله يبارك في حضرتك. تالت على مدرسة وما شاء الله ناقص في الأحياء درجة واحدة بس. فعاش جدا يا أحمد، عايزك تكمل على كده، وإن شاء الله إن شاء الله الترم التاني تكون الأول مش التالت بإذن الله. يا رب. يعني علي إن شاء الله الطموح عشان تبقى أحسن من كده بإذن الله كمان. شوف قصورك فين وأنت ناقص في إيه، تعوضه بإذن الله الترم التاني. مبروك يا أحمد طبعا. وإن شاء الله تكون كده من الأول. أصلا أنا مني بنص درجة مش كتير. نص درجة في الأحياء. ما شاء الله ما شاء الله، ممتاز يا احمد، وربنا يوفقك يا رب وتكون كده احلى واجمل دكتور في المستقبل ان شاء الله. يا رب باذن الله يا حماده، ربنا يبارك فيك يا حبيبي. في كادو مننا بسيط كده، ان شاء الله الترم الثاني معانا على المنصه هيكون فري بالنسبه لك، مش هتدفع حقه. بجد؟ بجد. دي حاجه بسيطه على فكره، مش حاجه كبيره ولا حاجه، انت تستاهل اكتر من كده. وباذن الله هيكون في لوحه شرف على السوشيال ميديا عندنا، هتكون اسمك كده ينور فيها باذن الله، وكذلك شهاده تقدير هتتبعت ليك ان شاء الله. شكرا يا دكتور. موفق ان شاء الله يا حماده. ويعني عايز بس اسمع منك كده تجربتك في الاونلاين معانا في الاحياء على المنصه، يعني انت كنت خايف مثلا ولا كتر الفيديوهات مثلا كان بيرعبك، ولا انت كنت مطمن، ولا ايه بالظبط؟ لا عادي، انا كنت اسمع المحاضره والخصها عندي في البيت وبعدين اذاكرها، حل عليها شويه في كتاب الامتحان، وبعدين انا مش مقتصرتش على كتاب الامتحان. ممتاز. انا حليت المرجع وكذا كتاب تاني. طح. زي في كتاب كان اسمه المؤسس، وكتاب كتاب تقريبا اسمه الشامل، حل اربع كتب تخيله. ما شاء الله ما شاء الله يا احمد، بالتوفيق ان شاء الله، وتستاهل يا ابني والله. يعني احنا اصلا بنحل في الكورس كتاب، هو حل اربعة. ايه انت محافظه ايه يا احمد؟ انا محافظه الشرقيه. الشرقيه، يلا قفلنا المحافظات كلها. موفق ان شاء الله. انت النهارده تاني واحد نكلمهم الشرقيه من الاوائل ما شاء الله، فانتوا ما شاء الله في الشرقيه شطار جدا جدا يعني. الله كل من فضل حضرتك يا دكتور. تسلم يا احمد، ربنا يبارك فيك يا حبيبي. انا ممكن اكلم بابا ابارك له او ماما، ولا مش موجودين؟ لا موجودين. طيب يلا نبارك لهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور، اخبار حضرتك ايه؟ ازي حضرتك، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام والله. ازيك يا مستر وائل، ربنا يبارك فيك يا رب، ومبارك لاحمد ما شاء الله مجتهد وشاطر، وان شاء الله باذن الله تشوفه كده زي ما تحب باذن الله. الله يخليك يا دكتور، الله يخليكم، شكرين جدا جدا على المجهود اللي حضرتك بتعمله معايا يعني. ربنا يبارك فيك، وانا يعني اوصي حضرتك وصيه كده مهمه، عشان باذن الله يكمل تانية ممتاز ويخش تالتة ان شاء الله يبقى برضه ممتاز، انك تخليك واقف في ظهره وتدعمه نفسيا. اهم حاجه بالنسبه للطالب الشاطر هو ثقه اهله فيه. يعني خليك واثق في احمد، واثق في اختياراته، وادعمه نفسيا جدا 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 يعني، لان ان شاء الله السنه الجايه هي سنه يعني مش هقول صعبه، ولكن طويله، محتاجه نفس طويل يعني في المذاكره بالنسبه للطالب، ونفس طويل بالنسبه للمتابعه من ولي الامر. حضرتك فاهم؟ والله يا دكتور انا بثق فيه، ودايما بقولها له انا بثق فيه اكتر ما هو بيثق في نفسه. ممتاز 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 ما شاء الله، ده اللي بيطلع الاوائل. عايز اقول لحضرتك ان والله العظيم النهارده حضرتك ثالث ولي امر، احنا بنكلم الاوائل دلوقتي ما شاء الله معدين اكتر من 100 يعني، وبنبارك لاولياء الامور. فحضرتك النهارده ثالث ولي امر تقول لي نفس الكلام ده، يعني دي سمه مشتركه بين كل الاوائل، ان اهلهم بيثقوا في الولاد جدا جدا جدا، وده اللي بيحرك الاولاد ما شاء الله. ربنا يبارك فيك يا رب. طبعا ده طبعا ده طبعا. والله يا دكتور بص حضرتك، احنا من زمان واحنا رسمين المسار دوت، يعني انا ووالدته الحمد لله احنا متفقين على مسار معين بدأناه، اللي للأسف كنا واجهنا ده بجد يعني، واجهنا صعوبات من اهالينا ازاي بتعملوا كده وازاي بتاع،
بس الحمد لله يعني ممتاز. الحمد لله ربنا كرمه وبنجني في مر الموضوع ده، ربنا يكرمنا بس ونكمل على كده على خير يعني ان شاء الله. كمل على كده واحسن كمان وتشوفه زي ما تحب ان شاء الله يا مستر وائل. ربنا يا رب، رب ان شاء الله. احمد يستاهل كل خير، وحضرتك يستاهل كل خير، ان انتوا في ظهره. انا بجد يعني مبسوط جدا 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 ان مش احنا بس اللي موجودين في ظهره، ان حضراتكم موجودين في ظهره وحضراتكم. لا بالعكس يعني، ما تعرفش انا فخور قد ايه جدا جدا بالمكالمه دي. ربنا يبارك فيك. انا اكتر والله، يا ربنا يعزك يا رب. تسلم. الله يخليك يا فندم. ان شاء الله نحتفل كلنا ب بالاول جمهوريه ان شاء الله، إن شاء الله. بالاول جمهوريه باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. الله. بالنسبه لاحمد، في كادو بسيط كده ان شاء الله، هيكون الترم الثاني على المنصه فري ببلاش يعني لاحمد، وهيكون باذن الله في لوحه شرف على السوشيال ميديا عندنا هيتحط برضو اسمه فيها كنوع من التحفيز، عشان بس يبص لها كل شويه كده ويفتكر ان هو اول وشاطر وهكذا ويكمل على هذا المنوال. وكمان حبه شهادات كده هتبعت له ان شاء الله من يا خبر ابيض يعني. يا دكتور، يا خبر ابيض يا دكتور. ربنا يبارك لنا، ربنا يكرمكم كده يا رب. ان شاء الله تكونوا كده دايما من المنصات الاوائل على الـ على الـ على الجمهوريه كلها ان شاء الله. فيك. احنا 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 يعني فخرنا وفرحتنا لما الاولاد بيطلعوا اوائل ما شاء الله يعني دي حاجه. وانا والله وانا فخري، انا نفسي والله فخري ان انا تكون حضرتك جنب الجنب كده معانا في ثالثه ان شاء الله. احنا في ظهره ان شاء الله، ابشر لا تقلق يا دكتور. ان شاء الله يعني. شكرا جدا 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 على المكالمه دي. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. اشكرك. ماشي يا دكتور. شكرا لك. شكرا. احمد مع حضرتك. ماشي يا احمد، عايز حاجه يا حبيبي؟ شكرا لحضرتك. ابعت بقى للتيم عشان تاخد الترم الثاني ان شاء الله فري. على التليجرام برضو تواصل. على التليجرام معه. على التليجرام. ماشي تمام. مع السلامه. ممتاز. الوالد بيقول لي ان هو يعني هم بيحاولوا اللي اتعامل معاهم هم صغيرين من اهليهم ما يعملوش مع الاولاد. انا مش عارف اتكلم بجد يعني. شويه اولياء امور متحضرين. اه حاسس ان العيال دي تستاهل والله انها تبقى اوائل. ما شاء الله ممتازين ما شاء الله. اروى احمد الخمسة على مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية، 30 من 30 احياء ما شاء الله. اروى تانية ثانوي يا جماعة، يلا بينا. هاتي رقم اروى. يلا بينا يا جماعة نكلم اروى، مقفلة احياء الترم الاول تانية ثانوي الخمسة على مدرسة جمال عبد الناصر. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا دكتور اروى؟ بخير الحمد لله. حضرتك عامل ايه؟ عاملة ايه؟ كله كويس؟ تمام الحمد لله بخير. مبروك. لا يا دكتور. تعرف صوتي؟ ايوه. عملتيها ازاي يا قربه؟ قفلتي احياء ازاي؟ حاضر حضرتك يا مستر. ربنا يبارك فيك يا قربه، انت اللي شاطره. تسلم يا مستر. ربنا يبارك فيك. يعني احساسك ايه كده وانت الخمسه على المدرسه كده وقفله احياء وبتاع، يعني اتغريتي ولا لسه؟ لا لسه. لا حقك تتغري طبعا. اه شاطره 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 شاطره، كويس جدا انك بتفكري في كده، وان ان شاء الله الترم الثاني تكوني الاولى ان شاء الله مش الخمسه. بإذن الله إن شاء الله. حاول. ربنا يبارك فيك يا أروى. أكيد بابا وماما فرحوا جدا بالنتيجة صح؟ أكيد الحمد لله ما شاء الله. أنت منين يا أروى؟ محافظة إيه؟ أسوان. أسوان ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ممتاز. طيب تجربتك إيه يا أروى بقى مع الأحياء بالذات في الأونلاين؟ يعني الكورس الترم الأول كان عامل إزاي؟ حلو جدا. انا اصلا كنت بتابع من سنه اولى والحوار كويس قوي، وبفهم من حضرتك جدا يعني، وحتى السنه اللي فاتت كنت جايبه درجه حلوه برضه ما شاء الله. تسلم يا مستر. طيب يعني الشرح والحل والمتابعه والاسئله والكوزات وكتر الشوامل والكلام ده كله بالنسبه لك ده ضغط قوي ولا مبسوط عشان ده مجهود كبير بيتعمل؟ لا هو كويس جدا، لان معظم الاسئله اصلا كانت في الامتحان كنت هحلها قبل كده بسبب الكوزات والكلام ده. ما شاء الله، تحفه تحفه تحفه. بالتوفيق ان شاء الله يا اروى، احنا مبسوطين جدا بيك يعني. اشتركت الترم الثاني ولا لسه؟ لا لسه هشترك ان شاء الله. طيب كويس انك ما اشتركتش لسه، علشان احنا هنقدم لك ان شاء الله الترم الثاني هديه على المنصه فري، ما تدفعيش اي حاجه. تسلم يا مستر. ربنا يبارك فيك. ابعتي بس لتيم الدعم وقول لهم دكتور محمد كلمني، وابعت لهم السكرين بتاعه النتيجه بتاعتك، وهيفعلوا لك ان شاء الله كورس الترم الثاني ببلاش خالص. طيب يا مستر تسلم. ربنا يبارك فيك. ممكن مثلا نبارك لبابا او ماما او كده ولا مش موجودين؟ موجودين. ثاني. طيب ماشي. هادية، عارفة دي الشاطرة بس الهادية اللي في حالها ما بتتكلمش، عارفة ان العيال دي اللي بيطلعوا من الأوائل بس ساكتين كده ما بتتكلمش، هادية كده خالص واستقنيصة تطلع الأولى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مستر أيمن الله يبارك لحضرتك. الله يعزك. الله يبارك لك يا أخبار حضرتك إيه؟ كله تمام؟
بخير يا حبيبي. بداية والله يعني ربنا يجعل في ميزان حسناتك وجزاك الله خيرا، وربنا يرزقك أكثر مما تتمنى يا رب من الخير. على راسي والله، ربنا يبارك فيك. أنا مبسوط جدا يعني جدا بتفوق البنت، وإن شاء الله إن شاء الله تشوفها زي ما تحب. أشطر دكتورة بإذن الله. الله يبارك لك. الله يعزك، ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك. وإحنا زي ما قلت لها، أنا قلت الأروى إن إحنا الترم الثاني هيكون إن شاء الله فري من عندنا، عشان هي متفوقة وتستاهل أكتر من كده يعني. الله يعزك يا رب، ربنا يبارك فيك والله ويجعله في ميزان حسناتك. يعني مش عاوز اقول لحضرتك اللي تعمله ده يعني اجره عظيم عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يا رب يكتب الاجر ان شاء الله، ويجعل ده يعني يجعل ده فايده، وان شاء الله الولاد يكونوا احسن مما نتصور ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب، ربنا يرزقك الفردوس الاعلى يا اخي وعملك الطيب ده والله. يا الله ربنا يبارك فيك. الله يبارك لك، ربنا يعزك حبيبي. الله يبارك لك كل حضرتك الترم، ربنا يبارك فيك. الترم الاول لما قالت لك هشترك اونلاين بقى وبتاع واسيب الدرس اللي على الارض والكلام ده، ما خفتش انها تلعب مثلا او ما تسمعش او يكون الاونلاين ده مش حاجه كويسه؟ والله هي مجتهده شويه، ولا اخفيك سرا ان هي مش بتاخد درس احيانا. كويس. هي ما كانتش بتاخد، هي معتمده على الفيديوهات بتاعت حضرتك وعلى الملخص اللي مش عارف الامتحان ولا ايه بتذاكر فيه. احنا شغالين من كتاب الامتحان. وكان في استاذه فضله كده عندنا في المدرسه، انا اصلا اخوك مدرس ثانوي يعني لغه عربيه، معلم كبير لغه عربيه، استاذ احمد سيد اخوك. ما شاء الله ما شاء الله. في مدرسه جمال عبد الناصر هنا في السحاري في اسوان. والله يا استاذنا يعني شهادتك دي على راسي بجد. الله يعزك يا حبيبي، ربنا يبارك فيك يا اخويا. تسلم. فكان في استاذه فضله كده بتديها حصه يعني، اخت فضله نحسبها على خير يعني. امين. فكانت تديها في المدرسه يعني مش درس يعني. بتحضر يعني بتحضر في المدرسه تنتظم وتسمع في الاونلاين برضو. طبعا الترم الثاني طبعا ما لحقتش تاخد، كان في اجازه الاجازه الكبيره بتاعتنا، فتيجي المدرسه تاخد لها حصه من الاستاذه، لكن دلوقتي طبعا الترم عشان الترم الثاني ما خدتش حاجه. جميل ممتاز ما شاء الله، ربنا يا رب يبارك فيك. بتشكر حضرتك يعني، مش عشان حضرتك يعني خش دلوقتي، اقسم بالله هي بتشكر حضرتك خالص يعني. تسلم لي، ربنا يبارك فيك. الله يعزك. يا رب تشوفها ان شاء الله زي ما تحب. يعني مش لاقي انا كلام والله، عاوز اقول مش لاقي انا اللي مش عارف ارد والله يعني. انت احرجتني بكلامك الحلو يعني، ربنا يبارك فيك. لا والله مش تفضلا، الكلام ده اقل من اللي تستحقه حضرتك والله. تسلم يعني. تسلم مش تسلم. عارف اقول لك ايه يعني، انا مش عارف كلام يوفي اللي بتعمله ده في الزمن الطيب اللي احنا عايشينه ده. الله يحفظك. ولكن غير ان اقول لك يعني جزاك الله خيرا، وربنا يتقبل منك عملك الصالح ده ويجعله في ميزان حسناتك. آمين. يا رب كده. امين. اشكرك، انا يعني كلامك ده والله على راسي وسام. والمكالمه ديت احنا بنسجلها وهسمعها على طول يعني، كل ما يحصل حاجه وحشه هسمع كلام حضرتك الطيب ده، اخد تحفيز يعني ان شاء الله عشان نشتغل اكتر واكتر ان شاء الله. انت ما شاء الله عليك، ربنا يجعله في ميزان حسناتك كده ويا رب، ويحقق لك من الاماني اكثر مما تتمنى من الخير يا رب. اللهم آمين. تسلم لي الله يعزك يا حبيبي، تكون دايما من المتفوقين، والترم الاول الترم الثاني تكون الاولى ان شاء الله، وكذلك ثالثه سنه ان شاء الله تشوفها زي ما تحب باذن الله تعالى ان شاء الله، فضل الله عز وجل، وثم فضل الطيبين اللي زي امثال حضرتك والله. الله يبارك فيك، انا بشكرك جدا يعزك. وشكرا جدا لك. الله يبارك لك حبيبي، بارك الله فيك، والشكر موصول لك انت والله. ربنا يبارك فيك. شكرا جزاك الله خيرا، في حفظ الله. السلام عليكم. يا ربي ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ ايوه العيال دي تستاهل بجد انها تبقى اوائل. انا مش يعني هم واهليهم، والدها مدرس عربي بيتكلم ازاي؟ أيوة. والبنت عارفه وواعيه، ووالدها عارفها انها كويسه، واول ما قالت له اونلاين وثق فيها واداها الاشتراك تشترك في الاونلاين، هو خلاص واثق فيها، هي شاطره خلاص. هو انا لو عندي مثلا بنت او ابن او اخويا مثلا او اختي واثق فيها وقالت لي كذا هوديها كذا، فهو واثق فيها جدا، ومدرس لغه عربيه، مدرس لغه عربيه. أيوة. زمان اللي هي لسه ما عصرتش. فهو ممكن يكون مقلق، ولكن البنت خلاص شاطره، البنت مجتهده، وثق فيها. وده يا جماعه نداء ليكم، لو عايز والدك او والدتك يثقوا في قراراتك ويخلوك تروح مطرح ما انت عايز يعني، قدم السبت، اجتهد، خليك شاطر، اطلع من الاوائل، قفل المواد، بعد كده خلاص هتعمل اللي انت عايزه. لكن ما تبقاش انت لما مؤاخذه بتتدلع وعايز ابوك يسمع كلامك، اكيد مش هيسمع كلامك، هيثق فيك ازاي؟ علمه يثق فيك، او قدم له السبت عشان تلاقي الحد. اروى والدها صراحه انا عاجز عن الكلام، وبوصل شكر تاني للاستاذ احمد، استاذ احمد سيد محمود من اسوان. شكرا جدا لحضرتك، وتسلم على تربيه البنت. اسمها بوسينه، طالعه السبعه على المدرسه، مدرسه اسماء بنت ابي بكر، محافظة شمال سيناء، صح كده؟ تمام، يلا بينا نشوف بوثينة. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا بوثينة؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ عاملة ايه؟
الحمد لله تمام. كويسة؟ لا. مبروك. حضرتك محمد صح؟ تقولي ايه؟ حضرتك دكتور محمد؟ لا. انت عاملة ايه؟ الحمد لله تمام. عملت ايه في الاحياء؟ الحمد لله تمام، جبت 25 من 30. رتبتي على المدرسة صح؟ 26 يعني، عشان هم منقصين 1 من 10 عشان عمل سنة وكده. كده كده ناقصة يعني عمل سنة، مش مشكلة مش مشكلة، المهم الورقة كويسة وامتحانك كان كويس يعني. الحمد لله. مبارك على انك طلعت السبعة على المدرسة يعني. الحمد لله. تسلم يا دكتور. ربنا يبارك. انت برضو مصممة يا دكتور؟ انا عارفة صوتك. مبارك يا بثينة، وان شاء الله الترم التاني يكون مميز بالنسبة لك كده، وبإذن الله بقى المرة الجاية في الترم التاني الاولى مش السبعة بإذن الله. بإذن الله. شدي حالك كده وان شاء الله يكون الترم التاني احسن من الترم الاولاني. بإذن الله. معانا دكتور ربنا يخليك. ربنا يبارك فيك يا ابو ثينة. انت ايه رايك في تجربه الترم الاولاني في الاونلاين معانا في المنصه؟ والله يعني ما فيش تعليق بجد والله، يعني ربنا يخليك وتسلم، والتيم محترم جدا ما شاء الله، كلهم فريق عمل يعني، ما فيش منه. تسلمي. يعني الشرح والحل على المنصه والمتابعه والكويزات وكتر الامتحانات والكلام ده، كان تجربتك معاه عامله ازاي؟ جميله جدا. تسلم يا دكتور والله، يعني عايز اقول لك ماما بتدي لك اكتر مني اصلا. ربنا يبارك فيك، سلمي ليها كتير جدا جدا جدا. الله يسلم حضرتك. هي اصلا موجوده معاكي؟ ايوه اهي. ممكن نبارك لها؟ طب هاتيها لي. هاتيها لي. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك؟ الحمد لله، ربنا يجازيك خير يا رب. الله يخليك يا دكتور. مبسوطين جدا جدا والله، يعني سبحان الله مع ان المسافه بيننا كبيره خالص، احنا قرب القاهره وحضراتكم في شمال سيناء، ولكن يعني سبحان الله العلم بيتلاقى فيه المسافات يعني، فاحنا مبسوطين جدا جدا ببثينة، وربنا يا رب يبارك لك فيها. والله يا دكتور قبل العلم انا يكفيني والله، يعني سبحان الله يكفيني اخلاق حضرتك ان بنتي تبقى قاعده قدام قدوه زي حضرتك. والله على راسي والله يا ماما، ربنا يبارك لك. جزاك الله خيرا، وانا فعلا بدعي لك من كل قلبي، ربنا يجازيك كل خير ويعلي من قدرك وشأنك يا رب. يا رب تشوفها ان شاء الله زي ما تحب ان شاء الله، واحلى كمان. اللهم امين. اتمنى من ربنا ان اشوف ولادي زي حضرتك كده. ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك. مبارك مبارك مبارك، وان شاء الله الترم الثاني الاولى، وفي ثالثه ان شاء الله الاولى على الجمهوريه باذن الله. باذن الله يا رب. دعواتك يا دكتور. ربنا يبارك فيك يا ماما. دعواتك يا دكتور، ومبارك عليك نجاحك يا رب ونجاح تلامذتك. ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يبارك فيك. محتاجين اي حاجه؟ ربنا يخليك، وسعيده جدا بمكالمه حضرتك. في بس كادو بسيطه كده مننا، في هديه بسيطه مننا ان شاء الله الترم الثاني لبثينة مجانا على المنصه، عشان هي بس متفوقه. الله كل خير، والله يكفينا لو المنصه اشتراكها قد ايه، احنا يكفينا شرف والله انها بتتعلم من حد زيك. تسلمي تسلمي، ربنا يبارك فيك يا ماما. والله مش عارفه اقول لك ايه، الصراحه حضرتك نموذج مشرف، وربنا يجازيك كل خير ويجازي اهلك كل خير. شكرا ليك. شكرا. ربنا يجازي عيلتك كل خير يا رب، والدك ووالدتك. ربنا انا بدعي لهم والله ان سبحان الله، اتمنى من ربنا ان اشوف ولادي زي حضرتك. كلامك ده كبير خالص والله، ربنا يبارك فيك. شكرا والله لك. انا ربنا اللي يعلم، كل ما بشوف حضرتك بتمنى يعني اللي بيجي على لساني، ربنا يجازي اهلك كل خير، واتمنى يا رب اشوف ولادي زيك. تسلم يا ماما، ربنا يبارك فيك. شكرا لك. شكرا لك. محتاجين اي حاجه؟ ما تحرمش منك يا دكتور. شكرا. ربنا يجازيك كل خير. شكرا 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 لحضرتك، وسعيده جدا بمكالمتك. أنا شكرا أكتر. انا اكتر. شكرا. مع السلامه. مع السلامه. يا ربي. الجمال ده احرجوني صراحه باخلاقهم دي. بثينة احمد ابو ضيف، شمال سيناء، السبعه المدرسه. طيب اللي بعد كده ان شاء الله ان شاء الله الدكتور سامي احمد سامي، مقفل احياء وطالع الثالث على المدرسه. الرقم المطلوب مغلق او غير متاح. نعم الصبح يا عم سامي. رقم 1 لارسال ميني كول. مالكش نصيب يا سمسم، بس قشطه هديتك محفوظه. يلا اللي بعده. طيب اللي بعد كده الدكتور ان شاء الله براء محمد احمد، الاول على مدرسه المنيا الثانويه بنين، الصعيده حبايبنا. يلا بينا نكلم براء ان شاء الله يرد. جايب كام في الاحياء؟ 29.5 من 30 في الاحياء، ما شاء الله ما شاء الله. يلا بينا. اين انت يا براء؟ الاول ما بيردوش يا جدعان، ايه ده فين؟ الناس المهمه ما بتردش على طول، الناس المهمه بتيجي متاخر. يمكن الشكل. رد رد. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام. ده رقم براء؟ تمام. حضرتك مين؟ والدته؟ انا والدته. طيب معاكي دكتور محمد ايمن، مدرس الاحياء اللي بيديله احياء اونلاين. اهلا وسهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير والله تمام. مبارك مبارك مبارك. الله يبارك في حضرتك، يعني ده الحمد لله فضل من ربنا ثم مجهود حضرتك والله. ربنا يبارك فيك، احنا فرحانين جدا جدا ببراء ما شاء الله، ويا رب يا رب تشوفيه زي ما تحبي، وان شاء الله الترم الثاني يكون الاول كمان، وثالثه ثانوي يكون الاول جمهوريه باذن الله. يا رب. اللهم امين يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. ربنا يكرم حضرتك يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا براء؟ الحمد لله بخير والله تمام. عامل ايه؟ تمام والله الحمد لله بخير. يعني الحمد لله. المنويه شطار جدا جدا، وانت ما شاء الله الاول على المدرسه يعني، فعاش جدا جدا يعني. الحمد لله الحمد لله. حبيبي حبيبي، احساسك وانت الاول كده يا براء؟ نعم. احساسك وانت الاول؟
والله يعني الواحد بص الاول على ثالثه ثانوي اكتر. جميل ممتاز. بيحاول يعني ان هو يشوف الدرجات دي كمقياس يعني ممتاز. ان هو يحاول ان هو يخش في مود ثالثه ثانوي يعني عشان يعرف ايه نظام المذاكره، اغير ايه، اظبط ايه، بحيث ايه المشاكل اللي عندي عشان اظبطها بعد كده يعني. تحفه تحفه، عاش جدا جدا يعني، ما شاء الله ما شاء الله. لا وخلي بالك انت برضو ان شاء الله لما الترم الثاني تجيب نتيجه كويسه برضو وتطلع الاول ان شاء الله يعني، ربنا يكرمك يا براء، هيبقى ده حافز كبير قوي 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 للثالثه باذن الله ان شاء الله. ايوه ده اللي انا بفكر فيه يعني. فعاش وكيب جونج كده وخليك مستمر على اللي انت فيه، وان شاء الله ان شاء الله لما ننزل في ثالثه ونراجع للثالثه سنه ونشوفك ان شاء الله يا عم براء. ان شاء الله ان شاء حبيب. الله. تجربتك ايه مع الاونلاين؟ هو الاونلاين كويس وفي ميزات كثيره طبعا، بس المشكلة في ايه؟ المشكلة المعروفة المراكمة بس. هي دي طبعا المشكلة الكبيرة. لكن غير كده يعني هو تقريبا ده العيب الوحيد اللي عندي، لكن غير كده طبعا بيبقى احسن طبعا عشان الوقت، بسمع في الوقت المناسب ليا بالسرعة المناسبة ليا، الدروس بظبطها، الحاجات اللي بنساها وعايز ارجع لها يعني، في حاجات كنت حتى بسجلها بقول ارجع لها تاني في المحاضرة كنت بعرف ارجع لها، لكن طبعا في الفيس تو فيس ده ما اقدرش اعمله. فطبعا الاونلاين بالنسبة لي افضل. مش كده، طب الاحياء بقى انا بالذات يا براء، يعني تجربتك كيف الترم الاولاني معانا في الكورس كشرح وحل وامتحانات ومتابعه واسئله وكوزات وتيم ماده علميه وتيم الكول سنتر، يعني شفت يعني عشت القصه دي ازاي بجد؟ هو المميز في الاحياء دون عن باقي اللغات حتى ان هو النظام الجديد مركز كمان على الحاجات اللي هي مش من المنهج قوي، يعني حاجات عايزه تكون فهم المنهج واحاطه بيه، غير كده المعلومات الاضافيه اللي حضرتك كنت بتقولها دي بتفرق قوي بالذات في الاحياء، يعني كماده زي الاحياء المعلومات دي حتى كنت بكتبها عندي في الكتاب، فدي طبعا بتفرق غير باقي المواد مثلا. وكمان المتابعه يعني كنت دايما بشوف الاسئله على الجروب ده كان بيفعني جدا، وحتى كان في دكتور رباب رنت عليا وكان بيسالني عن احوالي في المذاكره وكده، فكان في متابعه يعني الحمد لله كويسه يعني. تقريبا ما حصلش معايا قبل كده يعني ان حد يرن عليا يسالني انت ماشي ازاي في الماده وكده. جميل، هو انا عاجبني انك فاهم وده ده مهم جدا جدا يعني، يعني مهم جدا تكون فاهم انت فين والنظام عامل ازاي عشان بس تعرف تتعامل معاه، فده كويس خالص عندك ما شاء الله. الشرح والحل بالنسبه لك على المنصه حسيته مثلا بيلم لك الماده كلها وبيلم لك كل الافكار، ولا انت حسيت في حاجه يعني فيها مشكله؟ لا انا حسيت تمام يعني، هو كمان فكره ان الحل لكل اسئله، حتى انا كنت في اولى يعني كنت باخد في الاول فيس تو فيس، وبعدين كان المشكله في دي ان هو طبعا ما كانش في وقت في الحصه ان هو المدرس يحل كل الاسئله، كان ممكن يحل ايه كم اختيار كده وكم مقالي وخلاص. فلما بقينا بنحل كل اسئله فده حسيت بفرق ان كل الافكار بتعدي عليا، فخلاص يعني اتعودت بقى على الافكار بتاعت الدرس ويعتبر يعني فهمته. ممتاز يا براء، عاش جدا جدا. طيب اشتركت الترم الثاني ولا لسه؟ لا لسه والله. جميل، بص يا سيدي في بقى كادو مني كده ان شاء الله اشتراك الترم الثاني ليك فري مجانا ان شاء الله. ده كتير علينا والله. لا لا خالص، ده انت تستاهل اكتر من كده بكتير، دي حاجه بسيطه بالنسبه لك. الله حبيبي يا براء، بالتوفيق ان شاء الله ونشوفك على خير، ودايما مكسر الدنيا كده ودايما من الاول باذن الله ان شاء الله. حبيبي يا براء، سلم على بابا كتير وعلى ماما كتير وبلغهم يعني تحياتي، واشتغل عشان تسعدهم ان شاء الله. خلاص حبيبي، بالتوفيق، يلا مع السلامه. مع السلامه. طيب سلام. في ناس بتطلع من الاوائل لما تكلمهم تحس ان هم عملها ازاي، فاهم حاجه؟ الواد ده فاهم النظام يعني، هو فاهم عارف ان الحل الكتير كويس، وعارف ان الام سي كيو مهم، وعارف ان الافكار اللي بره المنهج بتيجي في الامتحانات، فهو سامع كويس النصائح اللي احنا بنقولها مثلا، وفاهم كويس اللي هو فيه، فبيعرف يتعامل. ممتاز ما شاء الله، عجبني جدا جدا، عاش يا دكتور براء باذن الله. اللي بعده يا دكتور سندس طلعت، تمنا على مدرسه شنهور الثانويه، هنعرف شنهور دي فين؟ ما تسالش. لا هنسالها عادي، ما نسالش ليه؟ ولا معاكي مدير المدرسه؟ الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتوره سندس؟ الحمد لله. عامله ايه؟ تمام الحمد لله. انت صعيديه صح؟ من جنة. من جنة، قلت لك صعيد من جنة. ازيك ازيك عامله ايه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. مبارك انك طلعتي التامنة على المدرسه. الله يبارك في حضرتك. ربنا يبارك فيك. عارفه مين بيكلمك ولا مش عارفه؟ طبعا دكتور محمد دايما. ازيك يا سندس؟ مبروك مبروك مبروك، فخورين بيكي يعني، ان شاء الله عقبال الترم الثاني كده تبقي الاولى بقى مش الثامنه. ها شد حيلك. الله يبارك في حضرتك. ان شاء الله بعمل على قد كده. عايزين الاولى ان شاء الله الترم الثاني يعني، خلي ده حافز كده واشتغلي بقى انك تكسري الرقم ده ان شاء الله الترم الثاني. ان
وطبعا في ثالثه ثانوي ان شاء الله اول جمهوريه بقى ما فيش كلام يعني. ربنا يبارك في حضرتك ان شاء الله. موفقه ان شاء الله يا سندس، ويعني احنا مبسوطين بيكي. وحابب اقدم لك هديه كده او كادو بسيطه، ان شاء الله الترم الثاني هيكون على منصه ليكي فري. ابعتي بس للتيم انك انت من الاوائل، هيفعلوا لك ان شاء الله الترم الثاني مجانا خالص. تمام، شكرا لحضرتك كده، بالتوفيق ان شاء الله يا سندس. حابب اسالك بس في الاونلاين كده وانت في الترم الاول، ما خفتيش مثلا تبداي في الاونلاين وتكسلي وما تسمعيش وتخافي مثلا الاونلاين ما يكونش كويس مع دكتور محمد؟ يعني ما خفتيش وانت معانا في الترم الاول، ولا كنت مطمنه وكويسه؟ لا الحمد لله كنت مطمنه وكان ماشي الحال، بس هي الاحياء جت صعبه خالص. أيوة. وسبب تراجع في المستوى الثامن احياء، هو انا توترت شويه بس ماده الاحياء. اتوترتي؟ كويس، ده برضو حافز يعلمك انك انت لو الامتحان برضو جه صعب تهدي وتثبتي وتتعاملي معاه بشكل كويس. ده اهم حاجه في الامتحانات، تتعاملي معاه بشكل كويس وتطلعي باحسن درجه تقدري تطلعي بيها، وكده كده المجموع بيشيل بعضه، فاهماني؟ بصرف النظر بقى احياء كيمياء فيزياء، اصل وارد في المدرسه يجي الاحياء صعبه، وارد تيجي الكيمياء صعبه، وارد الترم الجاي يجي لكم العربي صعبه، فاهماني؟ فهو على حسب المدرسه يعني، فاهماني؟ الماده سهله تقفليها ان شاء الله، عشان لما تيجي ماده صعبه المجموع يشيل بعضه وتبقي برضو ان شاء الله من الاوائل يعني ان شاء الله. ما انا قفلت فيزياء. ما شاء الله، ممتازة ممتازة ما شاء الله، بالتوفيق إن شاء الله يا سندس، وربنا يبارك فيكي. وبلغي سلامي لوالدتك ووالدك، دكتور محمد بيسلم عليكم. تمام ماشي، بالتوفيق إن شاء الله يا سندس. يلا، عايزة حاجة؟ لا شكرا، مع السلامة. بيقول لك هي سألت ودورت طبعا قبل. العيال نصحة طبعا، مش بيشتركوا هباء كده وان ده مجرد شكل. لا بص يا دكتور، هو محدش بيعرف يضحك على حد في الزمن ده. أيوة. يعني الانترنت صراحة هو على قد ما هو نقمة في بعض الحاجات، بس هو نعمة كبيرة في بعض الحاجات التانية. زي مثلا يخش يشوف الدكتور ده والدكتور ده والاستاذ ده والاستاذ ده، الناس بتعرف تختار، والذكي الفطن بيمشي ورا دماغه هو، يقعد يسمع فلان وفلان 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 ويقرر هيبقى مع مين، مين اللي قال له؟ دماغه اللي قالت له، خلاص انا مرتاح مع الراجل ده خلاص. هي بتبقى راحات وكل الناس كويسه، كل الناس بتشرح، ولكن راحات، برتاح مع فلان بكمل معاه. واديك شايف اوائل مدارس ما شاء الله يعني. كل اللي معاك على المدرسه كده، انت كده معاك صفوه المجتمع. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. حلو قوي. ما شاء الله، انا مبسوط خالص بالعقليه بتاع العيال ان هم بقوا فاهمين. بس الحمد لله. لسه في عقليه زي دي لحد دلوقتي. ما اهو اوائل هم ما شاء الله. يلا بينا. اسوان تاني؟ منار كويس. عطا عبد الفتاح. منار عطا عبد الفتاح. الاولى؟ لا هي دال ر ا واو. دراو معرفش. دراو ممتازه، ناقصه درجتين في الاحياء بس. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتوره منار؟ ازاي حضرتك؟ ازيك، عامله ايه؟ تمام الحمد لله. اكيد مش عارفه مين بيكلمك. لا دكتور محمد دايما. ازيك عامله ايه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. صوتي مميز كده بالنسبه لك ولا ايه؟ جدا. ربنا يبارك فيك يا منار. مبارك على انك الاولى، ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا رب، وعقبال الترم الثاني وثالثة سنة وان شاء الله. ان شاء الله، الله يبارك في حضرتك. حاسه بايه كده وانت الاولى على المدرسه؟ شعور حلو. ايه شعور حلو؟ يعني اتغريتي ولا لسه؟ لازم تكوني كده مغروره كده وتتكبري على الناس عشان هنروح النار كده. لا طيب خلاص، حركتيني كده، انا بهزر معاكي اكيد يعني. طيب انا بس عايز اسالك سؤال يا منى، انت من اسوان صح؟ طب المدرسه اسمها مدرسه ايه بقى؟ دراو الصناعيه بنات. قلت لك دراو. دراو صح؟ ده مركز في قلب اسوان اسمه دراو صح، ولا المدرسه اسمها كده خلاص؟ ايوه. اوكي، في مركز دراو. اوكي اوكي طيب. الدكتوره زوجتي بتسلم عليكي. وسلمني عليها وعلى اسماء. يوصل. وعلى كل التيم. يوصل يوصل ان شاء الله، بالتوفيق ان شاء الله يا منار. وكيب جونج كده، وليك هديه بسيطه كده مننا، ان شاء الله ان شاء الله الترم الثاني بتاعك هيكون على المنصه ببلاش، مش هتشتركي فيه. تسلم جدا، شكرا. بالتوفيق ان شاء الله يا منار، ربنا يوفقك وتبقي الاولى ان شاء الله على الترم الثاني برضو، وكذلك ثالثه ثانوي. ركزي عشان الهدف ده يتحقق باذن الله. ان شاء الله، شكرا لحضرتك. ممكن نبارك للوالد ولا مش موجود؟ موجود. طيب ادوه لي بركه، او ماما يعني، ايهما بتحبي يعني؟ يعني مين الاول؟ اي حاجه اللي انت عاوزاه، لو الاثنين موجودين قشطه، بابا وبعدين ماما. ماشي لحظه. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ الله يخليك، ازيك يا دكتور، عامل ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله في نعمه والله. مبروك لمنار. الله يبارك لك بانفاسكم وتعبكم والله. ربنا يبارك فيك، يعني هي ما شاء الله ممتازه وشاطره، وانت وثقت فيها انك بتديها اونلاين، فما شاء الله ما شاء الله، يعني هي جابت درجه ممتازه. تمام. لا والله، بس موضوع الاونلاين يعني من جميع النواحي مكسب لصحتها وخروجها وفي البيت، وحاجه سيف. لا يعني بصراحه جميله، يعني مكسب للطالب الشاطر اللي عارف مصلحته.
حتى المدرسين برا بيقولوا ما احنا اللي اسسنا، ما احنا اللي اسسنا. فقلت لهم والله بص هو برضه ايه يعني، ده فضلكم ربنا يبارك فيكم ان شاء الله. اكيد اكيد ده. بص هو طبعا ما ينفعش حد ينسب الفضل لنفسه، بس هو فضل ربنا، بعدين اجتهاد البنت، بعدين المدرس اللي هو بيديها يعني، فما حدش ممكن ينسب الفضل لنفسه، احنا بس بنحتفل بالبنت يعني. بنحفزها عشان باذن الله تبقى الترم الثاني كويسه برضو، تطلع الاولى باذن الله، وكذلك ثالثه. المهم بقى ان شاء الله يعني، ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله ان شاء الله تفرح كده بيها في الترم الثاني، وكذلك ثالثه، وتشوفها ان شاء الله زي ما تحب ان شاء الله باذن الله. عاوزينك تحضر بقى كده ان شاء الله، نكون بالترتيب وكده تحضر معانا بقى الاحتفاليه ان شاء الله باذن الله. باذن الله ان شاء الله ان شاء الله. بقول لحضرتك الترم الثاني ان شاء الله هيكون ببلاش على المنصه لمنار، هديه ليها على تفوقها يعني، ودي حاجه بسيطه جدا جدا. لا دي حاجه كتيره دي. لا والله دي حاجه بسيطه جدا. ربنا يبارك في عمرك يا رب. وكذلك ان شاء الله في لوحه شرف برضو هتتحط فيها اسم منار، وكذلك شهاده تقدير، يعني ان شاء الله هنصيطها يعني، عشان ايه تتحفز للمذاكره الترم الثاني باذن الله. تمام حاجات جميله. ربنا يبارك في عمرك يا رب. ايمان ايمن 30 من 30 احياء، الاولى على مدرسه الحاج شربيني الثانويه. الرقم المطلوب مغلق او غير متاح، اضغط رقم 1. مصطفى محمد مصطفى، الاول مدرسه منقباد الثانويه. الاول مدرسه ايه؟ ميم نون قاف ب الف د. منقباد، منقباد د، منقباد الثانويه. محافظه ايه؟ معرفش. ماشي هات الرقم. 29.5 ما شاء الله. يلا يا مصطفى، يا مصطفى انا بحبك يا مصطفى. الو الو، السلام عليكم. كش احلى بكاء. ازيك يا درش؟ مين معايا؟ مدير مدرسة منقباد الثانوية المشتركة. ايوه تمام معاك. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. احنا بنقول لك يا بطل مبروك على الـ على على انك طلعت من الاوائل او الاول على المدرسة، وهنشتري لك ان شاء الله عربية جي ال سي تيبو. مين معايا تاني؟ مدير مدرسة منقباد. انت محمد ايمن؟ ازيك يا مصطفى؟ اهلا يا دكتور. مش عارف صوتي يا معفن. لا يعني على ما اتجمعت. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. منين يا مصطفى اصلا؟ من اسيوط، من اباد. مركز فصيل اسمه من اباد. ما شاء الله ما شاء الله. مبارك يا درش، احساسك ايه كده وانت الاول على المدرسه؟ فرحان اكيد قوي يعني، عشان اولى برضه، اولى سنه كنت جايب مجموعه مش حلو. عبرك الحمد لله. اوكي، يعني انت كمان منازل ما شاء الله ما شاء الله. طب تجربتك ايه بقى مع الاونلاين يا مصطفى، وانت قاعد كده في البيت وبتسمع الـ الكورس كده والشرح والحل والمتابعه؟ انا الحمد لله كنت عمري ما نزلت اصلا ولا اي حصه في اي سيستم ولا عمري. يعني انت كل دروسك اونلاين؟ اه ما شاء الله ما شاء الله، ممتاز. طب تجربتك ايه بقى مع كورس الاحياء، خصوصا مع دكتور محمد ايمن بقى في المنصه بتاعتنا؟ غيرك في الحياة. ربنا يبارك فيك يا حبيب قلبي. تسلم لي يا مصطفى، تسلم لي تسلم لي يا حبيبي. يعني ان شاء الله كده حاول تكون الدرجه دهيت كده حافز بالنسبه لك، ان شاء الله الترم الثاني كمان تكون اول، وكذلك ان شاء الله ثالثه ثانوي باذن الله. ان شاء الله حبيبي يا درش، ربنا يبارك فيك. في بس يا مصطفى هديه بسيطه كده، ان شاء الله الترم الثاني في المنصه عندنا هيكون فري مجانا باذن الله. شكرا. ابعت بس للتيم كده هنفعله لك ان شاء الله ببلاش. شكرا يا دكتور. ماشي يا مصطفى حبيبي حبيبي، بالتوفيق ان شاء الله. يلا مع السلامة مع السلامة. مين العسل اللي على الصبر ده؟ عارفة؟ يا خسارة، حسبك عارفة. ما حصلش الشرف ليه؟ طبعا يحصل لك الشرف لما تعرفي. طبعا. حنين ما ردتش، الخمسة على مدرسة زويل. عاش جدا يا حنين، وان شاء الله في الترم الثاني تكوني اقوى من كده كمان. كان نفسنا تردي، ولكن عشان بس نعرف تجربتك مع في زويل عامله ازاي والخمسه ازاي يعني. انا بصي هعمل على اللي عليا ورني كمان مره ان شاء الله دلوقتي، واكيد هرجع اكلمها تاني عشان بس عايز اسمع التجربه عامله ازاي. طيب ما ردتش، هنشوف بقى. ايه رضا 30 من 30 احياء، والاولى على المدرسه. يلا. الو الو، السلام عليكم. ازيك يا دكتوره ايه؟ مبروك. مقفل احياء؟ ها الحمد لله. عملتيها ازاي؟ الحمد لله عامل امتحان جميل. المراجعه اللي حضرتك قدمتها. بقول لك متقربي من التليفون يا ايه، انا مش سامعك. حاطين على الميتنج كده. سامعني حضرتك؟ كده سامعك. عامله ايه يا ايه؟ تمام الحمد لله. كله تمام. انت منين؟ انا من بني سويف. بني سويف برضه ما شاء الله ما شاء الله. مدرسة ايه؟ انا في معهد فتيات ببا.
معهد فتيات أزهر يعني. أزهر ما شاء الله، أنت أزهرية ممتازة ممتازة ما شاء الله، مقفلة أحياء وأزهرية ما شاء الله، والأولى على المدرسة على المعهد. أيوة الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله، بالتوفيق إن شاء الله آية، وكيب جونج كده وكملي زي ما أنت عشان بإذن الله تكوني الأولى الترم الأول الثاني وكمان ثالثة سنة إن شاء الله بإذن الله. موفقة إن شاء الله. في بس هدية بسيطة كده مننا، إن إحنا إن شاء الله هنديك الترم التاني على المنصة ببلاش، مش هتدفعي فيه أي حاجة. شكرا. حابب أسمع منك كده يعني إحساسك وأنت الأولى على المعهد، يعني دي أول مرة ولا أنت رتبتي قبل كده؟ لا الحمد لله، يعني أنا من لما دخلت أزهر من تاني إعدادي الحمد لله، يعني وأنا الحمد لله تمام المركز الأول يعني على طول. ما شاء الله ما شاء الله، من تاني إعدادي وأنت في المعهد الأولى على طول. عشان تطلع انا الأولى. كنت في عمو بعد كده حولت يعني. ما شاء الله ما شاء الله، تانية اعدادي وتالتة اعدادي واولى ثانوي، تانية ثانوي ايوه الحمد لله تطلع الاولى على المعهد كل الترمات يعني. ايوه 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 الحمد لله. مش عايز احسدك بقى يا خلاص كفايه. موفقه ان شاء الله، ربنا يكرمك يا رب يا ايه، وتبقي زي ما تحبي ان شاء الله واحسن كمان. امين يا رب. شكرا لحضرتك. تجربتك ايه كازهريه مع الكورس الترم الاولاني؟ صراحة الكورس كان يعني كان مفيد جدا، وخصوصا المراجعة اللي حضرتك نزلتها قبل الامتحان، الامتحان حرفيا ما خرجش منها. الحمد لله الحمد لله، انت يا آية شاطرة مجتهدة وربنا كرمك يعني، ربنا يوفقك يا رب. الحمد لله. ممكن نبارك للوالد ولا مش موجود؟ هو مش يعني هو والدي متوفي يعني وكده، فهي مامتي موجودة. طيب انا اسف، ممكن نبارك للوالدة؟ ماشي تمام. ثانية واحدة. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك؟ الله يبارك لك يا فندم. مبارك لآية. الله يبارك في حضرتك يا فندم، يا رب ان شاء الله تشوفيها زي ما تحب كده واحسن ان شاء الله. اللهم امين. البركه بتاعتك، ربنا يبارك فيك وتبقى دكتوره كده قد الدنيا باذن الله. اللهم امين يا رب يا رب يبارك لك يا مستر يا رب. ربنا يبارك فيك يا رب، واحنا هنديها ان شاء الله حبه هدايا بسيطه كده، ان الترم التاني ان شاء الله هيبقى على المنصة ببلاش، مش هتدفع اي حاجة الترم التاني بإذن الله، ونبعت لها كده شهادة تقدير ولوحة شرف وهكذا ان شاء الله. الله يبارك لك يا مستر. الله يبارك لك، ربنا يبارك فيك يعني، جعلهم من حسناتك يا مستر. وبحيي حضرتك جدا جدا والله على التربية الحسنة، ربنا يا رب يبارك فيك ويجعله ان شاء الله في ميزان حسناتك، وتشوفي اولادك كلهم ان شاء الله زي ما تحبي بإذن الله. والله سعدت انا بمكالمتك يا مستر والله. انا والله ده انا يعني انا لما سمعت من ايه ان والدها مش موجود وحضرتك يعني حضرتك اللي متوليه امرها، فده يعني حاجه كده تخلي الواحد يحرج من نفسه يعني، والله على مجهود حضرتك يعني. الله يبارك لك يا مستر، بركه فيك يا مستر وتكتر من امثال. الله يخليك، ربنا يبارك فيك. شكرا يا ماما، شكرا شكرا لك. معلش محتاجين اي حاجه؟ معلش. شكرا شكرا، مع السلامه مع السلامه. مش عارف اتكلم. طيب يا جماعة بعد كده هكلم بقى، يعني هتتفاجئوا صراحة، بس هي اسماء ايمن محمد اختي، ناقصة في الاحياء درجة واحدة ومرتبة على المدرسة بتاعتها ما شاء الله، فيلا نشوفها كده الحياة. همثل عليها. بتردش عليا ولا ايه بنتي اسماء؟ الو 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 الو. السلام عليكم. ايه يا محمد، ازيك يا اسماء؟ الحمد لله. جبت كام في الاحياء يا اسماء؟ طب انت بتكلمني بتحرجني. جبت كام في الاحياء يا اسماء؟ انت على الهوا. كم من 30 يا اسماء؟ خلاصي. 29. فين الدرجه يا اسماء اللي ضيعتيها دي؟ أنا عرفش بقى. مبروك يا أسماء، ولا نقول يا دكتور؟ لا إن شاء الله إن شاء الله في الترم الثاني كده تقفلي، وبإذن الله في ثالثة ثانوي الأولى على الجمهورية بإذن الله يا رب. إن شاء الله إن شاء الله، بالتوفيق يا أسماء. ممكن تديني كده أخوك أكلمه؟ أخويا. خلاص أنا أحيي نفسي يا دكتور محمد أيمن، والله أنت يعني كنت الترم ده معهم كنت شادد حلاج قوي واشتغلت كتير خالص، والعيال ما شاء الله جايبه درجات كويسه، فيعني عاش يا محمد يا ايمن يعني. مبروك يا اسماء، شدي حيلك عشان ان شاء الله الترم الثاني تكوني كده الاولى على المدرسه، دي اول حاجه، وثاني حاجه ان شاء الله تقفلي احياء يا رب.
بإذن الله. ماشي يا اسماء. طيب يعني يا جماعه بقالنا اكتر من ساعه وبنكلم شباب تانية ثانوي وحرفيا ما خلصناش 20% من الناس اللي بعتلنا، ولكن ما شاء الله الاوائل كتير جدا جدا، والعيال ما شاء الله كلامها تحفه وكلام اولياء الامور برضو تحفه. هو كمان كفايه كده، انا ان شاء الله هكلم الناس الباقيه ولكن مش هتتسجل عشان وقت الفيديو ما بقاش طويل قوي قوي قوي، ولكن كل الناس اللي كلمناها اللي ردت واللي ما ردتش عاش ليكم يا شباب، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تشتغلوا على ان الترم الثاني المكالمه تتكرر، وباذن الله في ثالثه ثانوي المكالمه تتكرر ثالث وانت الاول على الجمهوريه ان شاء الله، مش بعيده والله ما بعيده. موفقين ان شاء الله شباب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.